كلمة هي رسالة عاجلة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى السيد فائق زيدان. جنابك تعرفني شخصيا وتعرف أن يمكن أنا صحفي الوحيد عندما ذهبوا المتظاهرين إلى مجلس القضاء الأعلى طلعت صورة صوت وتحدثت بصوت عالي وقلت القضاء العراقي العماد الوحيد لكل العراقيين، وتعرف الهجمة اللي صارت علي وتهديد بالقتل لأني وقفت مع القضاء. أنا أشكر جنابك على مستوى القرارات الجريئة والشجاعة مع الصحفيين اللي وجهت بيها محاكم الاستئناف، أنه أن تكون هناك محاكم خاصة على مستوى النشر تحاسب الصحفيين على قضايا التشهير. طيب أنا الوحيد اللي القضايا تصير علي بمحاكم التحقيق، وقاضي أول التحقيق هاي للمرة يمكن الثانية أنه يصدر علي استقدامين. الاستقدام الأول وصفت وزير في حكومة السيد السوداني وزير فاشل، قلت هذا الوزير فشل يا رئيس الوزراء في إدارة مهمه. أنا ما أعرف كلمة فشل يصدر علي استقدام عليها، لأن السيد الوزير قال هاي مشاعري، وعلى أثر مشاعره أنه لأن قلنا فشل بإدارة يعني غير فشل بإدارة، يعني شو أقول عليه؟ أقول عمي عندنا كهرباء 24 ساعة، يا عرب يا أجانب، العراق يتمتع بطاقة كهربائية 32 ساعة باليوم مو 24 ساعة. غير ننقل الواقع على كلمة فشل صدر علي استقدام. والقضية الثانية أنه أني نوهت بهذا المنشور عن قضية الجواز الإلكتروني، قلت أكو عقد تابع لشركة السيد رائد جوحي وشخص اسمه ياسر الحلبوسي، هسه قلت ياسر الحلبوسي، ورايا بيوم السيد وزير الداخلية المحترم الشمري أقال ضابط العقود وقال أكو شبهات خطيرة بالجواز الإلكتروني. بعد يوم من منشوري يصدر علي استقدام، لأن السيد محمد الحلبوسي رئيس البرلمان قايل هذا تلميح، يجوز يقصدني أني الحلبوسي رئيس البرلمان، قدم شكوى علي من السيد القاضي الأول محكمة تحقيق الكرخ وصدر علي أيضا استقدام. أنا أشكو للسيد فائق زيدان، أتمنى أن تتحرك. الصحفيين الآن عن أي كلمة يحجوها يصدر عليهم استقدام. إذا إحنا بسياسة تكميم الأفواه قلونا حتى بعد ما نحكي نعزل القناة وما نطلع ولا نكتب كلمة ولا ندافع. أي خلاص. يعني أنا من أشوف ابن الرضيع يتقلى ماكو كهرباء 20 ساعة باليوم، إيش تريدني أطش مي ورد على وزير الكهرباء؟ أو شخص أنا قلت عنه عقد فاسد وطلع ورايا وزير في حكومة السوداني قال العقد فاسد وحلت أبو العقود للتحقيق يصدر علي استقدام؟ شنو علاقتي أنا بالقصة؟ زين أوصف فاشل يصير استقدام؟ فأخوي سيد رئيس مجلس القضاء على أتمنى تتدخل. ويمكن أنا يمكن أهم النائب الوحيد اللي وقفت مع القضاء في زمن الأزمة. أشهد بذلك. نفس الحالة جاي نعاني والله. أشهد. أنا أشهد بذلك. رئيس مجلس القضاء. أن قضية هاي الاستقدامات في هذه القضايا يتوقف، يعني يتوقف نهائي. لا ما بيها قذف وتشهير. لا ثانيا جنابك أنا ليش بمحكمة تحقيق؟ ليش يوم قاضي أول تحقيق لأن الحلبوسي المشتكي؟ زين أنا صحفي، هاي هويتي عضو متمرس نقابة صحفيين ومعد مقدم برامج سياسية ومعروف صار 17 سنة أعمل بهذا المجال. إي مو أكو محكمة تشهير محكمة نشر، ليش ما تروح لمحكمة نشر؟ ليش يوم قاضي أول التحقيق؟ رغم ذلك أنه إحنا القضاء هو الفيصل والأحد إن شاء الله بالمحكمة، وأطلب من الشعب العراقي والمحامين أن يناصرون الإعلام، لأن بعد إحنا في زمن تكميم الأفواه. سلام عليكم.